شهد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة اليوم انطلاق أعمال مؤتمر آفات الصحة العامة في أبوظبي الذي ينظمه تدوير مركز أبوظبي لإدارة النفايات بالتعاون مع الجمعية الوطنية لإدارة الآفات بالولايات المتحدة وشركة آيكوفار المتخصصة في الحلول المستدامة لمكافحة آفات الصحة العامة. ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين في مكافحة آفات الصحة العامة من داخل الدولة وخارجها لتبادل المعلومات والاطلاع على أحدث التطورات وفرص التدريب بواسطة أبرز المختصين بالجامعات ومراكز البحث والتطوير لرفع الكفاءة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة.